الإحجام. لكن النقد أنا كنت كانت هواية لي النقد بالإضافة إلى 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 الإبداع الشعري أو كتابة القصيدة. كنت أول ولا زلت حتى الآن أبغى أن أحلل المجموعات الشعرية وأبين ما فيها وأقول رأيي فيها. لكن الذي حصل أني خسرت كثير من الأصدقاء بسبب العملية النقدية. هل كنت حادا أستاذ عبد الله؟ كنت كانت لغتي لحد ما حادة لأن كانت أيضا في بداية الشباب أول وفي بداية الثمانينات وكان فيها ارتفاع وكان فيه تمثل كبير للمعتقدات الشعرية أو لنقل الفكرة الشعرية التي كنا نسعى إلى تحقيقها في الساحة الثقافية بالمنظور الحداثي الذي كنا يعني نكتب من خلاله. فعفوا عودا على بدء أو وضع بين قوسين أني تألمت كثيرا من ولا أريد أن أسمي أحدا حقيقة لأني يعني قوبلت ب لن أقول لكن قوبلت بكثير من الإعراض والإنذار. على في حال سنواصل الحوار وسنحاول أيضا أن نقف على مستوى الأمور الشخصية وعلى علاقتها بالشاعر المبدع والحفاظ على العلاقات مع الدكتور بدر، لكننا بالفعل سعداء جدا بهذا التداخل الشفاف والصريح للشاعر الجميل الأستاذ عبد الله الزيد. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة في أمان الله. في المنتدى الثقافي الحديث هذا الوثاء يستمر حول الشعر والنقد وحول الشاعر الناقد. ضيف هذه الحلقة من المنتدى الثقافي هو الدكتور بدر المضمون. دكتور استمعنا إلى مداخلة الأستاذ عبد الله الزيد وهو أحد الشعراء النقاد حقيقة الذين تناولتهم بالدراسة. أريد أن أتحدث عن وجود الشاعر الناقد.